إذاعة أبسبيك تقدم برنامج قدوة من بلادنا، برنامج من خير قدواتنا لخير شبابنا، تقديم نهال عاطف وبرعاية آر سكول. أهلا بكم أعزائي مستمعي برنامج قدوة من بلادنا. قدوتنا النهاردة من أوائل المصريات الحاصلات على ماجستير في علوم البيئة والتنمية، الأستاذة آية محمد علي. هتكلمنا عن البيئة وإزاي نحافظ عليها. أهلا بيكي أستاذة آية. بنرحب بيكي دكتورة آية محمد علي. من هي آية محمد علي حديث المجتمع؟ مش حديث المجتمع ولا حاجة والله، يعني ده شرف ليا طبعا الناس تتكلم عني ومبسوطة بكده، بس مش لدرجة حديث المجتمع قوي. يعني بحاول أأثر في الدائرة بتاعتي، وقبل كل حاجة أنا طبعا فخورة ولي الشرف إن أنا أكون ضيفة البرنامج، وربنا ينفع بيكم، وأنا عارفة إن ليكم جمهور كبير ودايما بيستفيدوا منكم، ربنا ينفع بيكم دايما يا رب. هو أنا الفترة الأخيرة بعد ما نجحت في الماجستير، نجاحي ما كانش عادي لأن كان في عقبات كتيرة صعبة جدا، وكمان كنت أنا من أول الحاصلين على الماجستير ده، ماجستير علوم البيئة والتنمية من جامعة ليدز، وجامعة ليدز دي من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، هي في شمال إنجلترا، وأنا كمان يعني كنت مميزة جدا في دراستي الحمد لله. فالناس يعني الموضوع لفت انتباه الناس، بدأوا لقيت ناس بتتكلم عن الموضوع وفخورين بيا وبيدعوا لي وبيشجعوني وبيدعموني، وفي ناس صحفيين تواصلوا معايا ومشكورين، ممتنة ليهم جدا، وطلعت في أكتر من برنامج يعني الحمد لله. الحمد لله. أتمنى إن أنا أكون مؤثرة يعني في الدايرة بتاعتي، وإن شاء الله يبقى ليا أثر في العالم كله، بحاول في مجال العلوم البيئة بالظبط. طيب كلمينا عن الماجستير بتاعك في علوم البيئة، كان موضوعه إيه؟ طبعاً هو الماجستير بيتناول عدة محاور، أهمها السياسات والتشريعات البيئية، وإزاي البيئة مرتبطة بمجالات تانية أو محاور تانية زي الاقتصاد والتنمية، تنمية المجتمع بشكل عام والسياسة. اكتشفت ان من خلال دراستي ده، انا اصلا ما كنتش عندي فكرة عنه شوية، ان البيئة دي مش مجرد كلام كده تعبير بنقوله في مواضيع تعبير وخلاص، لا دي البيئة دي حاجة كبيرة ولازم نهتم بمشكلاتها، ولازم نهتم بالملف البيئي كويس جدا، ونحاول نحل المشاكل البيئية لانها بتأثر كمان مش على البيئة بس وعلى صحتنا، بتأثر على الاقتصاد وعلى السياسة، بتلمس كل حاجة في حياتنا. فتعلمت كمان إزاي البيئة مرتبطة بالتنمية المستدامة، ومن خلال الموديول ده أو الموضوع ده عرفت إزاي إن تأمين الطعام والهدر بتاع الطعام بيأثر كمان على البيئة، وكمان التنوع البيولوجي والبايودايفرسيتي، وإزاي في فصائل مهددة بالانقراض لازم إحنا نعمل خطوات عشان نقلل من الخطر ده، ونقلل من خطر يعني ان يبقى في فصائل مهدده بالانقراض ونحاول ننقذها او نحميها. فطبعا الماجستير درست فيه حاجات كتيره، وصعب ان انا يعني تكلمي فيها كلها بالتفاصيل طبعا بالضبط، بس في دي يعني بشكل عام، وزيد بقى في بروتوكولات عالميه ودوليه، وفي بروتوكولات محليه، سياسات محليه بتحاول تمشي في الاتجاه ده اللي هو نحل ازاي المشكلات البيئيه دي. فطبعا كل دي حاجات درستها يعني، وغير رسالة الماجستير بتاعتي لو تحبي ان انا اذكرها. رسالة الماجستير اكيد اتفضلي. رسالة الماجستير كانت عن المستهلك المصري، وكانت بتعالج شقين او بتتكلم عن شقين، ايه الحاجات اللي بتمنع المستهلك المصري انه يستخدم البدائل بتاعة البلاستيك اللي هي صديقة للبيئة، البدائل اللي هي ما بتضرش البيئة ولا بتضر صحة المواطن. والشق الثاني ان انا كنت بعمل انترفيوز، ده غير الانترفيوز اللي كنت بعملها مع المستهلكين، كانوا حوالي 8. في بقى اللي هو الانترفيوز الثانيه كانت مع اصحاب الاعمال الناشئه اللي هم الستارت ابس،
السيوز والكوفاوندرز والمسؤولين عنهم، ايه المشكلات اللي بتواجههم ان هم ينتجوا بدائل للبلاستيك تكون صديقة للبيئة. اتكلمت معاهم، عرفت ان ايه المشكلات اللي بتواجههم والصعوبات، وايه اللي بيخليهم البدائل دي يبقى الانتاج بتاعها قليل شوية في مصر. بس فوصلت في الاخر ان دي حاجة برضو كانت مفاجأة ليا شوية، ان الوعي بتاع المستهلك المصري بشكل عام مش معتمد قوي على المستوى الاجتماعي والتعليمي، ده طلع العكس، لان في ناس من مختلف المستويات والاعمار كانوا مهتمين جدا بموضوع البيئة، حتى لو مش خايفين على البيئة هم خايفين كمان على صحة أولادهم، لأن طبعا زي ما احنا عارفين البلاستيك بيتفاعل مع الأكل والمشروبات لما بنحفظ فيهم الطعام والمشروبات، فغير إن هم خايفين على البيئة، لا ده هم كمان خايفين على صحة أسرتهم. فاكتشفت يعني في الآخر إن طبعا هم نفسهم يستخدموا البدائل دي، البدائل الصديقة للبيئة، بس لو متوفرة ويعني affordable أو بشكل مادي كويس مناسب ليهم، يعني ما تبقاش أسعارهم غالية جدا، لأن احنا شايفين دلوقتي إن البدائل دي متوفرة بشكل يعني غالي شوية. بقى بأنواع معينة ليها أسعار ما يقدرش عليها كل الناس يعني. بالظبط، فيعني أنا برضو عشان أفهم ده، افهم ايه السبب ان الحاجات دي اسعارها مش غاليه ومش متوفره كتير في السوق المصري، عملت بقى اللي هو الشق التاني بقى اللي هو مع اصحاب الاعمال الناشئه، للأعمال اللي عرفت بقى انهم عايزين بقى ايه المواد الخام بتاعه المنتجات دي اصلا مش متوفره في مصر، واستيرادها من بره بيبقى صعب عشان في سياسات مكلف. مكلفه، وكمان بتحكمها قوانين صعبة شوية، ومحتاجين محتاجة تقنين، ومحتاجين هما كمان يبقى فيهم أكسس أو يبقى ليهم طريقة يقدروا يعملوا بيها أبحاث في المعامل الحكومية عندنا، فدي طبعا حاجة بتوقفهم، حاجة صعبة عليهم شوية إن هما يكتروا الإنتاج. فدي كانت الملخص الأوتكم النتيجة بتاعة البحث بتاعي بشكل عام، أو رسالة الماجستير أو مشروع رسالة الماجستير بتاعتي. بس جميل. نفسي بقى ان شاء الله يعني اقدر من خلال الماجستير ورسالة الماجستير ان شاء الله اقدر انشرها في مجلة علمية دولية، اقدر ان انا احل المشكلات اللي في الملف البيئي في مصر. إن شاء الله. طب من خلال رسالتك، أنت شايفة إحنا الشباب محتاجين نوعيهم إزاي علشان نحافظ على البيئة؟ اول حاجه نعرف ايه الطريقه الانسب اللي احنا نوصل لهم بيها، التشالنج القنوات اللي نقدر نوصل لهم بيها، من ضمنهم طبعا السوشيال ميديا. لو حابه هتتكلمي عن المرحله العمريه بتاعه الشباب، بس طب السوشيال ميديا طبعا دي اكتر وسيله نقدر نوصل لهم بيها. نعمل بقى حملات توعيه كتير، انا كنت متطوعه في شركه ناشئه قبل كده وكنا بنعمل حملات توعية، بس طبعا ما كناش نقدر نوصل لكل الشرائح العمرية وكل الناس اللي في مصر، قدرنا نوصل الحمد لله لفئة كويسة جدا، مرحلة كويسة في الحملات التوعية بتاعتنا، وصلنا لمستوى كويس وأعداد كويسة من الشباب. الفكرة بقى إن إحنا عايزين نوصل لبقية الفئات المواطنين أو المستهلكين في مصر، الفئات العمرية التانية مش الشباب بس. ده بالنسبة للشباب، اللي نعرف ايه الشانل او القناة اللي احنا نقدر نتواصل بيها معاهم. يبقى فيه كمان، هو ده بدأ دلوقتي وزارة البيئة المصرية بدأت في الموضوع ده، ان احنا نعمل حملات توعية وحملات تطوع او تنظيف بقى للشواطئ من البلاستيك. وزارة البيئة بدأت تعمل الأنشطة دي، بقت تشجع الشباب، عايزين بقى نزود من ده، عايزين نزود من الاكتيفيتيز دي، الأنشطة دي، ندعم الشباب، نعمل مسابقات، ابتكارات، يبقى في حوافز. ده بالنسبة للشباب. كنت برضو عايزة أذكر الفئة التانية بقى، اللي هم الناس اللي هم البسيطة، الناس اللي هم ما عندهمش سوشيال ميديا وما يقدرش يوصلوا للحاجات دي بسهولة، ما فيش انترنت، ما فيش اكسس للسوشيال ميديا والحاجات دي. الشانل المناسبة اعتقد هتبقى التلفزيون، يعني بيوت كتيرة جدا بنعمل برامج توعية أكتر ليهم من خلال الشوارع التلفزيون كمان، والإذاعة. وفي الشوارع يبقى في لافتات يعني تحث طبعا على الفعل الحميد والممارسات الكويسة تجاه البيئة.
ده بالنسبة للتشجيع والحوافز. احنا كمان عايزين بقى يبقى في قوانين صارمة وفي غرامات، احنا عايزين الكلام ده يعني يبتدي بقى يزيد في مصر يتفعل أكتر في مصر و طبعا. يعني دي طبعا يعني أهم الخطوات، طبعا الغرامات، يبقى في غرامات بيئية. ملف السياسة البيئي في مصر بدأ يبقى ليه الأنظار عليه ملتفتة شوية، وبدأ الناس تتحرك أكتر، وجهاز شؤون البيئة بصراحة عاملين شغل هايل في الموضوع ده. هل ابتدى ده يتعمم مثلا بداية من المدارس الجامعات، ابتدتوا تاخدوا طلبة هناك يتطوعوا في حاجات زي كده ابتدت يعني تتعمل؟ بصي، هو انا شايفه دلوقتي وزاره البيئه بدات تعمل شراكات مع القطاع الخاص، بالذات اللي هم الشركات الناشئه، منهم الشركه اللي انا كنت متطوعه معاهم، وشركه تانية برضو كنت بتدرب معاهم، كنت بزنس ديفلوبمنت انترن. عملوا معاهم شراكه بارتنرشيب، والبارتنرشيب دي نتج عنها اول حاجه يبقى في بقى مشاركات من ربات البيوت اللي بيرموا الزيت المستهلك، بقوا يدوا تمام. الشركات اللي بتجمعوا دي، منهم الشركة اللي أنا كنت بتدرب معاهم، وبقوا الموضوع بقى رسمي شوية، ما بقاش كقطاع خاص بس، بقى كمان في الموضوع مرتبط شوية بالقطاع العام، ما بقاش حاجة خاصة بس. فبدأ التشجيع كمان من وزارة البيئة على الموضوع ده، وكمان وزارة البيئة عملت برضو بروتوكول تعاون مع شركة ناشئة برضو كنت متطوعة معاها، إن هم يعملوا حملات توعية، وبقى في استشارات بيئية كتيرة، وبقى في بقى إزاي نعمل أنشطة إن احنا نخلي الشباب تمارس معانا الأنشطة دي، والوعي البيئي يزيد، إزاي نوصل للناس كلها كل الفئات. فبصراحة أيوة، بصراحة القطاع العام والقطاع الخاص بدأوا يعملوا شغل كويس جدا في الاتجاه ده. جميل جدا. طيب، تطوعك يا دكتورة آية في العديد من الجامعات الخيرية، يعني ما شاء الله اللهم بارك ليكي، يعني عدد كبير قوي من الجمعيات الخيرية اللي تطوعتي بالعمل فيها، فهل ده كان ليه أثر عليكي في عملك في مجال البيئة؟ أثر في حياتي كلها، يعني حضرتك مش متخيلة التطوعات والأنشطة اللي أنا كنت بعملها المجتمعية أثرت على حياتي كلها بشكل عام إزاي. أول حاجة، ودي أهم حاجة، بقى في بركة في حياتي، بقى ربنا يبارك في وقتي وفي مجهودي وصحتي، لأن أنا كمان أنا مريضة مرضين صعبين شوية، مرض مناعي ومرض تاني مناعي، مرض مناعة ذاتية، ألف فأنا سلامة. حركتي مش سهلة. فلما كنت بتطوع كنت بلاقي، الله يسلم حضرتك، فلما كنت بتطوع كنت بلاقي ربنا يبارك في صحتي، حتى لو في وقت قليل اقدر ان انا في الوقت ده ان انا اقدر انزل واتطوع، اجي من التطوع ده الاقي ربنا مكافئني في حاجات عمري ما كنت اتخيلها وموفقني في حياتي. فالبركة في الحياة بشكل عام، بركة في الوقت، بركة في المجهود، بركة في الصحة، لو صحة قليلة يعني في طاقة قليلة موجودة ربنا بيبارك فيها، بتقدري تعملي حاجات. دي أول الحمد نقطة. تاني لله. نقطة، بقى في تشبيك وعلاقات مع ناس كتير، بقيت أعرف من علاقات من جوه مصر، ناس كل المحافظات ومن بره مصر كمان. جميل. العلاقات دي حتى لو ما كنتش بستفيد منها في وقتها، بعدين بقى ليها تأثير في حياتي. كان حد شفته في مكان طوعت فيه قبل كده، بقى في بيننا شراكة، بقى هو مثلا يجيب لي فرصة كويسة في شغل أو مسابقة مثلا معروضة علينا، أو أنا أو العكس، يعني مش كنت بستفيد بس، لأ كنت بفيد طبعا الناس اللي كنت بتعرف عليهم. فطبعا العلاقات دي نقطة مهمة جدا برضو، الـ networking skills، يعني بتنمي مهارات التواصل كويس جدا. تالت حاجة، التطوع كمان بيخليك تكتشف جوانب كتيرة جديدة في نفسك. انا كنت في الاول انسانه خجوله شويه، ما بعرفش ان انا اروح في حته لوحدي، وما بعرفش اتكلم مع كتير من قدام ناس، لا بقيت دلوقتي واثقه في نفسي، بقدر اتكلم مع ناس كتيره، بقى عندي public speaking skills، بقدر اتكلم قدام جمهور عام، بقيت شخصيه متحدثه، بقيت اروح اي مكان، ما بقيتش اخاف وانغلق على نفسي، بقيت اكتر اجتماعيه يعني. ف
التطوع يعني هايل بصراحة في كل الجوانب، في كل الجوانب، سواء ناحية الشغل والحياة العملية أو الحياة الاجتماعية. جميل، ربنا يبارك لك يا دكتور آية، بجد ربنا يبارك لك. يعني طيب، كان حضرتك إذاعة أب سبيك كانت عرضت برنامج عمدة العالم، كانت إحدى حلقات البرنامج كانت بتناقش هدر الماء والغذاء. من وجهة نظرك تأثيره على البيئة إيه؟ إن إحنا في ناس كتير مننا أو من الشباب بيتعامل مع بواقي الأكل، لا خلاص أنا مش مشكلة مش هقدر أكلها، فبينزلها في صندوق القمامة، المية المفتوحة باستمرار، الحاجات دي. ممكن يكون ما فيش وعي كامل من عند الشباب إن ده فعلا بيسبب مشاكل للبيئة. هو عظيم جدا. يعني في البداية أنا حابة جدا فكرة البرنامج، يعني نفسي بقى يعني الأفكار دي تنتشر وتزيد. في مش برنامج واحد، يبقى في برامج كتيرة وتقدروا توصل كل الناس وكل الفئات والأعمار، يبقى في اتصال كمان خلال قنوات التلفزيون. فبصراحة خطوة هايلة جدا. و اكتر حاجة لفتت انتباهي ان انتوا يعني اتكلمتوا في الموضوع بطريقة بسيطة وسهلة، وشجعتوا الشباب والناس اللي بتسمعكوا. فكرة ان في ناس كتير ما عندهاش وعي ازاي الاكل، لما برمي بقايا الطعام اللي فايضة لو كتير، ناس كتير مثلا بتعمل عزومات وتجمع اعداد كبيرة وتعمل اكل بكمية كبيرة ويفيد بقى كمية كبيرة وتقوم رميها. ناس كتير مش متخيلة ان ده صعب جدا وبيضر البيئة ازاي وبيضرنا احنا ازاي كمواطنين. الاكل اللي بيترمي ده انت كده بتهدر الطعام اللي احنا اصلا في المستقبل ممكن ما نلاقوهوش. بقى فيه فصائل كتيرة مهددة بالانقراض، بقى فيه من النباتات والحيوانات، فانت كده مش بتساهم في حل المشكله، ده انت بتزودها اكتر. كمان الناس اللي مش بتقفل الحنفيات كويس وبيسيبوا المايه مفتوحه ويقعدوا بقى يرشوا على الارض مياه كتيره في الشارع، رشاشوا قدام البيوت والمحلات والكلام ده اللي هو احنا متعودين وبنشوفه كتير. الكلام ده غلط جدا. احنا بقى عندنا الموارد الطبيعية بدأت تقل، يعني الموارد حتى لو متجددة لازم نحافظ عليها، فما بالك بقى بالموارد الغير متجددة. فلازم نحافظ طبعا على الموارد دي كلها، عشان في المستقبل علماء كتير بيقولوا ان في المستقبل مش هنلاقي المية دي، والبيئة بقى هتنقلب علينا، هيبقى فيه بقى هنلمس بقى التأثير ده بشكل كبير جدا. فأتمنى إن يعني الموضوع ينتشر ويزيد والناس يبقى عندها وعي أكتر. جميل. الحلقة كانت بيذاعها 3 شابات، يعني نوران وسنة وأمينة. كنت عايزة من حضرتك كلمة توجهها لهم بعد ما حضرتك سمعتي الحلقة بتاعتهم. جميل جدا وبرافو عليكم، وعايزاكم تستمروا في اللي انتوا بتعملوه، حاجة عظيمة جدا وهايلة، وياريت كل الشباب يبقوا كده، وياريت الناس كلها تسمع وتستفيد من الكلام ده، لأن لو كل واحد فينا عمل خطوة حتى لو بسيطة في الاتجاه ده، ممكن ده يأثر بشكل كبير علينا وعلى البيئة. فبرافو عليكم، استمروا وربنا يوفقكم يا رب، ينفع بيكم دايما. طيب، حضرتك كنتي أخدتي منحة تشيفينج، والمنحة دي طبعا الوصول ليها مش صعب، مش سهل. المنحة اسمها تشيفينينج، مش achieving، تمام النطق، بس النطق المنحة مش تمام. مظبوط، achieving. هي منحة فعلا دولية وتنافسية جدا، تمام، والوصول ليها مش سهل خالص ومش صعب، مش مستحيل. لو عرفنا المنحة عايزة ايه بالظبط ومتطلباتها هنقدر ان شاء الله نحصل على القبول، وربنا يوفقنا يا رب يوفق الجميع. في الأول أنا قعدت 5 سنين استنيت طبعا على ما ابني يكبر شوية عشان أقدر أسافر وأقدر بقى يعني أخليه يعتمد على نفسه شوية وأعرف أخلي بالي منه من الدراسة في نفس الوقت. جميل. في خلال المدة دي قعدت أجهز نفسي إزاي بقى إن أنا السي في بتاعي يبقى مميز، بحيث إن أنا أما أقدم في المنحة أتقبل إن شاء الله. ففي الأول بدأت بقى أتابع الناس اللي اتخرجوا وحصلوا على المنحة،
واخدوا الماجستير في مختلف المجالات، واعرف هم متميزين ازاي، كانوا بيعملوا ايه. عرفت بقى ان هم بيشاركوا بقى في مسابقات، عملوا انجازات في مجتمعاتهم، وعملوا أنشطة تطوعية أو أنشطة مبادرات، بقى لهم عندهم مشاريع. بدأت أفكر بقى في أفكار مشاريع تكون في مجالي وأقدر أفيد بيها المجتمع بتاعي، وجات لي الحمد لله فكرة كده، وبدأت أشتغل عليها في آخر 2017، واتكرمت عليها في مسابقة تبع السفارة البريطانية، مسابقة اسمها بي هاكاثون، وكسبت مركز تاني مع التيم اللي كان معايا ساعتها. وطبعا التيم دلوقتي اتغير، بقى فيه ناس جديدة. المشروع دلوقتي بقى مش مجرد فكرة، بقى فيه منتج، وصلنا له منتج أولي واختبرناه، وإن شاء الله قريب يبقى منتج بقى متاح في السوق. المشروع فكرته إن إحنا بناخد البلاستيك اللي هو المخلفات بتاعة البلاستيك اللي الناس، الشنط البلاستيك اللي الناس بترميها، أو مخلفات البلاستيك بشكل عام، وبنعمل ليها إعادة تدوير، وبينتج بقى منتج مش جديد، هو منتج معاد تدويره، بيستخدم لتحسين المحاصيل الزراعية وتحسين جودتها، وإزاي إنها تبقى بتمنع المنتج ده، بيمنع بقى التأثير الضار بتاع أشعة الشمس، وكمان التأثير الضار بتاع السويل باثوجينز أو الكائنات الضارة اللي في التربة الزراعية. ده كان أول حاجة برضو بدأت أشتغل فيها، إلى جانب التطوعات، الأنشطة التطوعية. ودي طبعا أنا بدأها من قبل الجامعة، يعني مش حاجة قريبة، من زمان جدا تطوعت. من وأنا في تالتة جامعة كنت بتطوع في رسالة، ما كانش عندنا الأنشطة الطلابية الستودنت اكتيفيتيز اللي بتبقى في الجامعة المنتشرة اليومين دول. زماننا أيام زمان، أنا مش قديمة قوي، بس يعني الوقت بتاعي ما كانش فيه الحاجات دي كلها، ما الستودنت كانتش سبس والحاجات معروفة دي. كده طبعا. كنت بتطوع بقى قوي، كنت أنا اللي بسعى وبتطوع، تطوعت بقى، بدأت تطوع فرصة تجيب تانية. في الأول تطوعت في رسالة، بعد كده تطوعت في بناء مسجد اسمه جامع الإسلام في قرية في المنصورية فقيرة، ما فيهاش جوامع ولا مستوصفات طبية ولا مركز طبي. بدأنا دلوقتي، وصلنا دلوقتي إن احنا مرحلة بقى المستوصف الطبي. هي القرية مكان صعب جدا، ما فيهوش أماكن طبية خالص. كمان اتطوعت في مستشفى سرطان الأطفال 57-53، واتطوعت في تبع الأمم المتحدة، كنت بكتب مقالات على الويكيبيديا وترجمها وأعمل لها تعديل، كنت محررة ومترجمة في الأمم المتحدة للمرأة اللي هي UN Women في مصر هنا. جميل. اتطوعت كمان في شركة ناشئة، مش عارفة ينفع أقول اسمها ولا لأ، كنا بنعمل حملات توعية بيئية. وبعد كده في آخر حاجة بقى، آخر حاجة في مصر هنا، اتطوعت في، أو مش اتطوعت، كنت متدربة intern في تطوير الأعمال التجارية اللي هي business development، في شركة برضو بنعمل إعادة تدوير لزيت الطعام المستهلك، وبيعملوا منه منتج بقى بيستخدم كوقود حيوي. وآخر حاجة اتطوعت فيها حتى بعد ما خدت الماجستير وبقيت أم وزوجة، طوعت بقى بره في الجامعة بتاعتي، جامعة ليدز، في اتحاد الطلبة، وكنا بنروح نعمل حملات توعية مع الناس في عادي في بره، في بره الجامعة، وبنعمل حملات تنظيف للشواطئ من البلاستيك. وطوعت كمان، كنت منتور أو مشرفة موجهة، مش زي، مش مدرسة، بس بقعد بقى مع الأطفال، بنحدد بقى اتجاهاتهم وشغفهم، عايزين يدرسوا ايه، عايزين لما يكبروا يبقوا ايه، بقعد معاهم ادرس لهم مواد كتيرة. يعني ما كانتش فترة كبيرة قوي، لان انا اصلا لما بدأ موضوع الكورونا رجعت تاني مصر، كملت اونلاين هنا من بيتي هنا، بس كانت جميل. فترة كويسة، وقدرت ان انا اتطوع في كذا مجال. بس فكل التطوعات والانشطة والشغل بقى في المشروع بتاعي، او الشغلة، انا كمان بشتغل في مجال البحث العلمي من زمان، من ساعة ما اتخرجت في كلية العلوم جامعة عين شمس. اشتغلت في شركة نشر الأبحاث العلمية، شركة مشهورة جدا وشركة دولية مالتي ناشونال، وكنت براجع بقى كمراجعة علمية على رسائل الماجستير والدكتوراه اللي بتتنشر في مجلات دولية مشهورة. وبعد ما مشيت بقى من الشركة دي في 2016، كملت بقى براجع براءات اختراع، وبراجعها طبعا من الناحية اللغوية ومن الناحية العلمية.
وحاليا بقى مؤخرا بعد ما خدت الماجستير، ما فيش بعدها بيومين اشتغلت كباحثة مساعدة في لجنة الإسكوا في الأمم المتحدة، UN إسكوا تكنولوجي سنتر، في المركز التكنولوجي. بنعد تقارير وبنراجع عليها تقارير علمية عن الوضع الاقتصادي والبيئي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية هنا في الشرق الأوسط، دول بقى الشرق الأوسط، مصر والأردن. المركز ده في الأردن وليه طبعا فروع في دول كتير. بس فكل ده طبعا يعني الواحد لما لا بيشتغل مظبوط فرصة تجيب طبعا فرصة، خطوة تجيب خطوة، كل طبعا ده في أكيد الآخر بيصب إن أنت بقى ليك، وطبعا عندي مسابقات كسبت فيها، فكل الإنجازات دي بقت هي بتعزز بقى قبولي في المنحة. والحمد لله أول ما قدمت اتقبلت. الحمد لله، اللهم بارك يا دكتورة آية. الحقيقة يعني مجهود كبير جدا بتعمليه، وبتفيدي كتير من الناس اللي حواليكي. إحساسك إيه وإنتي بتعملي كل الحاجات دي على المستوى الشخصي طبعا وعلى المستوى العملي؟ سؤال حلو جدا. إحساسي طبعا طبعا يعني كنت فخورة ومبسوطة إن أنا بشارك في تنمية المجتمع بتاعي وبلدي اللي أنا عايشة فيها وتربيت فيها. مجهودي مش عايزاه يبقى بره، كل مجهودي عايزاه يبقى هنا، واتعرض عليا إن أنا يعني المجهود ده يبقى بره والناس تستفيد بيه بره، وأنا كنت برفض، وناس كتير شككتني في اللي أنا بعمله، قالت لي أنت إزاي ما تطلعيش بره، ازاي ما تبقيش بتشتغلي بره، ازاي شغلك ومشروعك دول ما يبقوش بره. ناس كتير شككتني في اللي بعمله، ناس كتير قالت لي انت مش هتقدري تكملي ومش توصلي المنحه ومش توصلي لاي حاجه، وليه تسافري بره اصلا، ما تخليكي هنا وقعدي في البيت، انت هتعملي ايه، انت مش هتعملي حاجه جديده. في الاول كانت ثقتي بتتهز، بس يعني طبعا بتوفيق ربنا اولا، ثم بقى دعم زوجي ووالدي واهلي وابني، كل اللي حواليا اهلي وزوجي كلهم كانوا بيقولوا لي لا انسي الكلام اللي بيتقالك ده، وكأنه ما اتقالش، ما تركزيش فيه وركزي في مشوارك وطريقك. فحقيقي يعني الواحد لما يقابله كلام سلبي من ناس محبطة مش عايزاه يركز فيه، يكمل طبعا في طبعا طريق، والكلام ده كنا بنسمعه يخلي الكلام وقود لي اكتر، يحفزه اكتر ناحية هدفه. وهيقابل، لازم الإنسان الناجح هيقابل ناس كتير هتحاول توقعه، مش عايزاه يكمل، مش عايزاه يوصل لهدفه ويقدر يفيد الناس، ودول أنا بقول عليهم شياطين الإنس، مش عايزين الواحد يقدر يعمل يحبطه هدف منه ويسأل. طبعا. صدقيني يعني، أي إنسان ناجح هيبقى فيه ناس كتير مش عايزاه يكمل، مش عايز الإنسان الشيطان مش عايزنا نكمل، مش عايزنا ننفع الناس، مش عايزنا نعمر الأرض. طبعا فطبيعي يعني الواحد كل ما يمشي شوية هيقابل الشخصيات دي المحبطين دول، ما يسمعش ليهم خالص ويكمل في طريقه، يبقى عنده ثقة في نفسه. أنا عن نفسي كنت شايفة هدفي كويس من وأنا صغيرة، وكنت مؤمنة بيه وبحلم بيه، وكل ما كنت بمشي في خطوة من الخطوات دي كنت بحس إن أنا هدفي بيقرب أكتر، وكنت فخورة بيه أكتر إن هو عمال بيقرب. وكل ما بنجح في حاجة ببقى فخورة بنفسي وأهلي فخورين بيا، ده عن إحساسي بقى. كلمة بقى للناس اللي هي بتتشكك شوية في طريقها ناحية هدفها، ما يعني انتوا شوية هتلاقوا في أوقات انتوا مش واثقين في نفسكم قوي، مش واثقين في اتجاهكم ده، هتلاقوا في ناس كتير بتقلل ثقتكم في نفسكم، انت نفسكم هتقولوا طب يا ترى انا قد الكلام ده ان انا اكمل ولا لأ. عايزاكم بقى تفتكروا وانتوا صغيرين وتبصوا بقى لهدفكم، ان انتوا لما تكبروا تبقوا ايه، تفتكروا اللحظات دي كويس. انا من وانا صغيره كنت شايفه انا الهدف البيئي ده انا حققه قدام عينيا، وبدات ان انا اعمل ابحاث من وانا عندي 12 سنه، ابحاث عن المجال البيئي، الملف البيئي والمشكلات البيئيه اللي في مصر وفي العالم كله. وبدات اول بحث عليا في الاداره التعليميه لشبرا خيمه، المكان اللي انا اتربيت فيه وجيت منه، مش بخجل ابدا من ده. احنا طبعا ما نقدرش نتحكم في المكان اللي احنا نشأنا فيه او الاسره اللي احنا اتربينا فيها، الاسره اللي انا اتربيت فيها بسيطه جدا وفخوره بيهم جدا، وفخوره ان انا جيت من الاسره دي ومن المكان ده. ما شاء الله. ما نبقاش مصدقين، نحاول بقى يعني ظروفنا دي احنا مش نتحكم فيها بس نحاول نغيرها. يعني لو انت مثلا لقيت اتربيت في مكان فيه مشاكل بيئيه، تلوث بيئي، في كمامه بتترمي كتير، بلاستيك كتير، مخلفات حواليه،
تحاول تغير من ده، ما تقولش لا انا مش هقدر اعمل حاجه، انا هعمل حاجه لوحدي، ما الناس كلها عماله بترمي القمامه بالظبط. بيتصرفوا، فلا نحاول ان احنا نغير ولو بجزء بسيط، لان كل ما الواحد يقول انا مالي انا هعمل ايه، ما فيش حاجه هتتغير وهنفضل في نفس الوضع كلنا. ف يعني نصيحه، ما حدش يحبط كده من اول الطريق، ونستعين بالله ونكمل وناخد نية كده إن إحنا نقدر نفيد بيها الناس، نقدر نفيد الناس بعلمنا وبخبرتنا وبشغلنا، وسيبكم من المحبطين وركزوا في طريقكم نبعد أكتر وفي عنك. أهدافكم، آمنوا في نفسكم بس يعني. فإن شاء الله أكيد ربنا هيكرمنا، إن شاء الله كلنا يوفقنا بإذن الله. إن شاء الله. طب قوليلي، ما فكرتيش تعملي مشروع توعية للشباب علشان خاطر يعني نحافظ على البيئة؟ في الحقيقة أنا مش فكرت، بس يعني أنا كان ليا مشاركات زي ما ذكرت قبل كده، إن أنا كنت متطوعة في كذا مشروع، لا، مشروعي تعملي أنا مشروع خاص بيكي يعني، ومشروعي أو أنا حتى المشروع. تمام. اتفضل. أنا المشروع بتاعي أصلا اللي هو المنتج اللي أنا كنت بتكلم عنه من شوية، في اتجاه بقى هيبقى بالتوازي إن شاء الله مستقبلا، هيبقى في حملات توعية بيئية طبعا إن شاء الله، بس مش هيبقى مع الشباب بقى أكتر، هيبقى مع الناس البسيطة، لأن أصلاً المشروع المستهلكين بتوع المنتج بتاعنا بيبقوا في المناطق الزراعية البسيطة، المناطق الريفية وكده، فالمشروع هيركز أكتر على الناس دي. ممكن الشباب يساعدك ان هو من خلال تطوعه ان هو يساعدك ويوصل للمزارعين او الناس اللي هيهتموا بالمنتج بتاعك، يساعدك فيه. يا ريت يا ريت، انا ان شاء الله لما يبقى فيه القدرة ان احنا نفتح اماكن للتطوع، هنختار طبعا الناس اللي هم عايزين يتطوعوا وربنا يكرمهم ويجازيهم خير، نختار مثلا الناس اللي عندهم القدرة ان هم يتواصلوا مع الفئات اللي هي البسيطة دي، طبعا على راسنا كلهم وكلهم فوق راسنا ايا كان المستوى الاجتماعي والتعليمي، طبعا. الناس دي هم اهلنا والناس اللي حوالينا وعايشين معاهم، ومصر عايشة بيهم أصلا مكملة بيهم، هم اللي بيأكلونا أصلا يعني، الفلاحين الناس كلنا البسيطة دي. بنكمل بعض، طبعا كلنا بنكمل بعض، وعشان كده لازم يحصل تكاتف وتعاون بين فئات الشعب كلها، علشان ده في الآخر كله بيبقى نتيجته بترجع للشعب المصري أو للشعب العربي كله. بالظبط بالظبط. أنا شايفة طب قوليلي، مين الرول موديل بتاعك أو مين قدوتك؟ مين كنتي بتحلمي تكوني زيه يعني؟ اللهم بارك، يعني ما شاء الله عليكي، ليكي تأثير جميل ودخلتي في مجالات كتيرة من صغر سنك، فكان مين القدوة بتاعك أو مين اللي كنتي بتحلمي دايما تكوني زيه؟ هو مش حد بعينه، مش شخص واحد، انا كان دايما في رول مودلز كتيره مختلف بقى المراحل العمريه بتاعتي، يعني وانا صغيره كنت اسمع طبعا سيره الرسول عليه الصلاه والسلام عليه أفضل والسيده الصلاة. خديجه من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، عليه كنت اقول أفضل يعني الصلاة. منها سيده يعني ناجحه جدا كسيده اعمال، كانت تاجره نشيطه وناجحه، وفي نفس الوقت كانت بتراعي بيت النبوة وبيتها، كانت بتراعي بيتها كويس وكانت شاطرة يعني ما شاء الله عليها، فرضي الله عنها. ورسول عليه الصلاة والسلام طبعا قدوتنا كلنا، كان شخصية ناجحة في الدعوة وفي حياته يعني، وقابل صعوبات كثيرة وقدر يكمل للآخر في الدعوة، فطبعا دول قدوتي من وأنا صغيرة طبعا لحد دلوقتي. طبعا مع اختلاف المراحل العمرية بقى في بقى ناس كتيرة بقى رول مودلز قدوة ليا، زوجي يعني كنت باخده قدوة ان هو يعني من هو صغير بيعتمد على نفسه، ولما اتجوزنا اعتمد على نفسه ما خدش مليم واحد من اهله، بدأ يشتغل ماشي. في مناصب كتيرة ووظائف كتيرة بسيطة جدا لحد ما تدرج واشتغل شغلانة كويسة جدا دلوقتي ما شاء الله، وشاطر في شغله. ما شاء الله. فطبعا في المجال مجال بقى الأعمال التجارية والبيزنس بقى فيه بقى رول مودلز تانيين بقى من بره مصر، أمريكا وبريطانيا، لو حضرتك شفتي الفيلم اللي هو بيناقش اسمه بيناقش قصة حياة رجل أعمال مشهور جدا
اللي هو الفيلم اسمه Pursuit of Happiness. كان بدأ من الصفر، كان بيبيع اللي هو كان اسمه مايكل، مش انا مع بصراحة الاسماء بتبقى صعبة عندي في حفظها، ما فيش بس مشكلة، الراجل ده يعني كان بيبيع، نموذج يعني. كان بيبيع أجهزة طبية، أجهزة طبية بسيطة جدا هو اللي بيصنعها، لحد ما بقى أكبر رجل أعمال في المجال ده، وبقى مشهور جدا وشاطر جدا وناجح. وناس كتيرة، وجوي اللي هي كانت بتبيع بقى، بتسوق للمكانس اللي هي اللي بتشفط المية من الأرض، كانت حاجات بسيطة جدا بدأت تصور فيها وتبتكر، لحد ما بقى عندها أكبر بيزنس في المجال ده، بقت كمان مستثمرة، بتشجع رجال رواد الأعمال الصغيرين، سيدات الأعمال البسيطة من البداية لحد النهاية. فكل الناس دي طبعا رول مودلز. رايا أبو راشد في الوطن العربي سيدة متحدثة ولبقة، وبتسافر دول كتيرة وبتتكلم مع فنانين من مختلف البلاد، وهي كمان أم وزوجة، فتقدر توازن كويس جدا. سيدات كتير بيقدروا يوازنوا، وشاطرين في حياتهم الاجتماعية وفي العملية. أنا بالنسبة لي الموازنة دي مهمة جدا، ما أقدرش أجي على بيتي وعلى ابني ودراسته وتربيته وزوجي، ما أقدرش أجي على كل ده عشان خاطر شغل أو أي حاجة. لازم طبعا أولوية لبيتي وزوجي وابني، بعد كده أقدر بقى إن أنا أركز في دراستي وشغلي، والحمد لله بقدر بقى أوازن، يعني ما يبقاش حاجة تيجي على حاجة. فبقرأ قصص كتير عن السيرة الذاتية، الناس ناجحين إزاي بيوازنوا. بقرأ كمان كتب عن تنظيم الوقت والتنمية البشرية وتنظيم الأولويات، ترتيب الأولويات. فكل الحاجات دي أثرت فيا جدا، ويعني القراءة كمان مش حكاية إن أنا أبقى ده قدوة بس، القراءة كمان أثرت في شخصيتي وبقيت الشخص اللي أنا عليه دلوقتي. فأبويا ربنا يبارك لك. ربنا يكرمك، فوالدي كمان أثر فيا وشجعني كتير، رغم إن هو حد بسيط جدا بس كبير قوي، كبير قوي وغالي قوي وكبير في عيني، وأثر عليا كتير وشجعني كتير، وما زال بيقف جنبي. هو الأب والأم بالنسبة لي. ربنا ربنا يبارك فيه يا يبارك رب. لك فيه يا رب، ربنا يبارك لك فيه يا رب. كنا محتاجين منك يا آية نصيحة للشباب اللي شغال في مجال العلوم والبيئة خاصة، والشباب على المستوى العام. نصيحة، أول حاجة ناخد النية، لأن جميل، ممكن ما تبقاش نصيحة واحدة، نصيحة ناخد النية نصايح. إن إحنا مش رايحين المكان، يعني مش رايحين المكان ده نتطوع نقضي وقت كده خلاص ونتسلى، أو ناخد شهادة خلاص إن إحنا اتطوعنا في المكان ده. لا، ناخد نية إن إحنا فعلا هنقدر من خلال التطوع ده نفيد بيه الناس اللي هنتطوع ليهم بوقتنا ومجهودنا، هو ده هيفيدنا كمان في المستقبل، ناخد منه معلومات ونطور بيه مهارات عندنا. أي مكان هنروحه سواء شغلنا دراستنا، ناخد نية إن إحنا هنفيد الناس بعلمنا وبخبرتنا دي. النية مهمة جدا. تاني حاجة الاستعانة بالله، لأن إحنا هنقابلنا زي ما قلت قبل كده شياطين الإنس، هتقابلنا صعوبات كتيرة، هيقابلنا مرض، هيقابلنا فقر، هيقابلنا حزن، هيقابلنا اكتئاب، كل الحاجات دي هتقابلنا. إحنا بشر ومعرضين إن إحنا يعني نتعرض للمواقف الصعبة دي، ومفيش حد إنسان حياته ستريت مستقيمة بشكل مستمر، هتقابلنا صعوبات كتيرة. فلو ما استعناش بالله وبقينا مؤمنين بالله، مؤمنين بنفسنا وواثقين في نفسنا وقدراتنا، مش هنقدر نكمل. كل ما نشوف هدفنا قدامنا ونبقى مؤمنين بيه، هو ده اللي هيخلينا نقدر لما نقع نقف تاني على رجلينا ونكمل. آخر حاجة نرتب أولوياتنا. نرتب أولوياتنا إزاي بقى؟ في كتاب قريته لستيفن كوفي، والراجل ده هايل جدا في كتب التنمية البشرية، وكاتب كتاب عن تنظيم الوقت، إزاي نرتب أولوياتنا ننظم وقتنا. وكان بيقول إن إحنا نقدر يبقى في قاعدة ذهبية كده هتقدر تساعدنا في تنظيم وقتنا وأولوياتنا. القاعدة دي بتقول إن المهمات أو المهام اللي في حياتنا، طبعا هنقسمها لمهام بسيطة ومهام صعبة. المهام اللي هتاخد وقت نبدأ بيها بحيث نحس إن إحنا أنجزنا، ونحط أهدافنا قدامنا ونكتبها قدامنا،
كل ما نعمل حاجة نعملها صح ده هيدينا إحساس كويس إن إحنا مستمرين دفعة وبنكمل وهنقدر إنك نكمل تكمل بقية المهنة طبعا. بالظبط. ونرتب بقى ترتيب بقى أربع نرتبها على أربع نقاط أو أربع محاور. أول حاجة، أول نقطة، إزاي بقى نخلص المهام دي. أول حاجة المهام اللي هي بتبقى الهامة وعاجلة، هام عاجل، يبقى دي أول نقطة، الهام تمام. العاجل. تاني نقطة الهام الغير عاجل، العاجل بس غير هام، يعني تبقى حاجة لازم نعملها دلوقتي بس مش مهمة أوي، على عكس النقطة الأولى. الأولى كانت بتقول إن حاجة مهمة أوي لازم نعملها دلوقتي ولازم نخلصها دلوقتي عاجلة، عاجل. أو نقطتين. تالت حاجة، تالت نقطة، الحاجة بقى اللي هي بتبقى هامة غير عاجلة، يعني مهمة جدا بقى، يعني ما ينفعش نأجلها أكتر من كده، وبس مش عاجلة، يعني تقدر تستنى شوية، مش زي المهمتين اللي كانوا في الأول. جميل. آخر بقى، آخر ترتيب خالص، آخر نقطة، غير هام وغير عاجل، دي نخليها في الآخر بس لازم نخلص. ما هو احنا بيبقى في مهام في حياتنا، بيبقى في حاجات كلها لازم نخلصها، ما ينفعش ان احنا نسيبها، يعني بالضبط. بيعتمد برضو على الانتاجية بتاعة الشخص. طبعا الانتاجية، ما فيش انسان هيفضل انتاجيته 100% طول عمره كل يوم، لازم طبعا هيجي اوقات علينا مش منتجين، هنبقى محبطين، هنبقى عايزين وقت لنفسنا نرتاح فيه ننام. طبيعي جدا، انا مش عايزة الناس تحبط من الموضوع ده، عادي مش لازم تبقى منتج 100% كل يوم، خد وقتك، خد وقتك ان انت حاجة مضايقاك تستريح شوية، تريح جسمك، تجدد نشاطك. لازم طبعا كل اسبوع ولا مرة تعمل حاجة بتحبها وتجدد نشاطك فيها، يبقى ليك هواية تطلعك من المود. بس اللي يجي بقى الوقت الشغل هنرتب بالترتيب اللي انا قلته ده، اللي هو اصلا اللي كان الكاتب بتاع الكتاب قايل عليه، او مؤلف الكتاب، ونقرا تمام. الكتب دي، مهمه جدا، هتفيدنا في تنظيم وقتنا واولوياتنا. يعني دي كانت اخر نصيحه اقدر اقولها للمستمعين. طيب، وللمحافظة على البيئة من مخاطر التلوث، تقول لنا إيه كده في عدد نقاط قصير؟ ناس كتير بتقول لي طب انتي بتتكلمي كلام عام ومرسل، ازاي بقى ان احنا على المستوى الشخصي ان نطبقه على احنا نقدر الواقع. بقى نحافظ على البيئه، البيوت بقى نطبقها على الواقع. بالظبط. أنا اتكلمت قبل كده الحاجات بقى اللي المفروض تتعمل في القطاع العام والخاص، يبقى في شراكات، يبقى في أكسس للمعامل والأبحاث في المجال ده، ويبقى في قوانين وغرامات وحوافز. إحنا بقى كمواطن بقى مستهلك نعمل إيه؟ الشخص نفسه. لو لو في قدامنا البدائل اللي هي الصديقة للبيئة، ما بتضرش البيئة وما بتضرش صحتنا، نلجأ ليها. يعني ست بيت مثلا قدامها مثلا حلة من الخزف، أو يعني أواني فخارية تقدر تحفظ فيها الأكل والشرب، ليه ما نحفظش فيها بدل البلاستيك؟ ده كمان هتبقى أنسب لصحتنا. أو إزاز، أو أيا كان بقى، يعني المادة المصنوعة منها تبقى صديقة للبيئة أكتر. الأزايز بتاعت المية اللي هي البلاستيك اللي الناس بتقعد تشتريها كل شوية، وكل ما إزازة تخلص نرمي الإزازة، ليه ما يبقاش في إزازة بتبقى بتاعتنا من البلاستيك اللي هو قابل لإعادة استخدامه؟ بيبقى فيه بلاستيك بيبقى عليه رمز من تحت مكتوب إن هو قابل لإعادة استخدامه، ليه ما نستخدمش البلاستيك ده؟ بحيث نقدر يعني نعمل ريفيل، يعني نعيد ملء المية كل شوية من الأماكن اللي فيها مية، بدل ما نقعد نشتري كل شوية إزازة ونقوم رميها، وفي الآخر القمامة دي في البحر وبتضر الكائنات البحرية وبتضرنا احنا. يعني كان في دراسة قريتها وأنا بعمل ماجستير، إن في أسماك، دراسة اتعملت هنا في مصر في الأسماك اللي في النيل، نهر النيل، وخدوا عينة، هم أصلا كانوا باحثين أجانب يعني مش مصريين، خدوا عينة من السمك اللي بيتباع هنا في الأسواق المصرية، ولقوا إن في نسبة من المايكروبلاستيكس. المايكروبلاستيكس دي اللي هي الجسيمات البلاستيك الصغيرة الدقيقة، موجودة في الأنسجة بتاعة الأمعاء بتاعة السمك. فحفظنا الله يا رب جميعا، يا رب. البلاستيك ده بقى موجود في الأكل كمان، فنحاول نقلل بقى من استخدامنا للبلاستيك. يعني الفرشة، الأسنان البلاستيك بقى، في فرش خشب، في سواك كمان، دي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الفرشة بتاعة الشعر البلاستيك، ليه ما نستخدمش الخشب؟ وكمان الأبحاث قالت إن هو أفيد للشعر دلوقتي.
في بدائل كتيرة متوفرة حوالينا، يعني كل ما نلاقي بدائل نلجأ لها هي أحسن لو هي مناسبة لينا ولظروفنا على المستوى المادي كمان. معاكي صح. الهدر بتاع الطعام زي ما اتكلمنا عنه قبل كده، يعني في اتجاه دلوقتي الناس بتعمل كومبوستينج أو تسميد عضوي من في البيت. في ناس بتجمع بقى، في بيبقى ليها ظروف معينة مكان كده بنعمل فيه كومبوستينج. الكومبوست ده ممكن الناس تقرأ عنه أكتر، سهل جدا وبسيط. بنجمع اللي هي البقايا العضوية زي قشرة يستفندي، قشرة برتقال، القشر بتاع الموز، الحاجات دي، قشرة بيض، كالسيوم، كل الحاجات دي بنحطها مع تربة زراعية بتحسن بقى الخواص بتاعة التخصيب بتاع التربة، بيبقى زي سماد عضوي كده. ايوه بنستخدمها بنعمله كسماد. بقى في ظروف معينة، دي بقى سماد بقى في الآخر. ليه حاجة زي كده ما تتعملش في البيوت؟ بيتعمل كمان بره في ألمانيا. يا ريت كمان الناس تفصل المخلفات بتاعتها، لو في ممكن يفصلوا البلاستيك عن المخلفات العضوية والمخلفات الصلبة. المخلفات الصلبة دي بيبقى في أماكن دلوقتي بتجمعها، وفي شركات ممكن نتصل بيهم يجمعوهم، بيجولنا لحد البيت. ومش كده وبس، ده كمان بيدونا نقاط حوافز، نقاط نجمعها ونقدر ناخد بيها منتجات تموينية. فكل ده ممكن احنا في البيوت نعمله، وممكن نجمع الزيت المستهلك ونديه للشركة اللي بتجمعه دلوقتي اللي هي جرين بان، بالتعاون مع وزارة البيئة بدأوا يعملوا دلوقتي مبادرة ان الناس بتقدر تتصل بالشركة دي وياخدوا منهم الزيت من البيوت، الزيت المستهلك اللي الناس بترميه وبيبوظ المسالك المسالك طبعا. المصرف الحاجات دي. فكل دي خطوات طبعا يا ريت الناس تبدأ تعملها، انا عن نفسي بعملها. لو كلنا بدأنا في الاتجاه ده طبعا مع اتجاهات القطاع العام واتجاه القطاع الخاص وشراكتهم مع بعض، ان شاء الله نقدر نحل المشكلات البيئية الكبيرة اللي بتواجه مصر بتواجه العالم كله، بالأخص مشكلة التغير المناخي لأنها مشكلة بتلمسنا كلنا وبتأثر علينا كلنا. وكلنا فعلا حسينا بيها وابتدينا فعلا نشعر ان في خلل ما في البيئة دلوقتي. بالظبط، يعني هو التغير المناخي بدأنا كلنا نحس بتأثيره. كان زمان الناس بتقول لا ده كلام وما بيهولوا الموضوع، دلوقتي كلنا بقينا نلمس الموضوع ده. بقى الصيف ما بقاش صيف قوي والشتاء ما بقاش شتاء قوي، والوقت الأمطار بقى اتأخر، وساعات تلاقي الجو صيف قوي وساعات تلاقيه ساقعة. فكل ده طبعا من تأثيرات التغير المناخي. طيب قوليلنا، كان في درجات للبلاستيك، هل فعلا اللي هو بتلاقي على بعض العلب أو الزجاجات البلاستيكية تلاقي رقم 1 2 3 4، هل نقدر نفيد الناس دلوقتي ونقول لهم ايه هو الرقم المناسب، ولا كل رقم ليه حاجة معينة بتفسروها عندكم؟ بصي، هو بيبقى فيه من تحت، في حتى انا ماسكه الازازه بتاعتي دلوقتي، انا شاريه المنتجات دي بستخدمها والله بقالي سنين، مكتوب عليها مثلث كده وبيبقى فيه اسهم اللي هي زي رمز اعاده التدوير او قابل لاعاده الاستخدام، وجوه رقم 5، وفي مكتوب تحتي بي بي او بولي بروبيلين، يعني بيبقى خالي من هي الماده البلاستيك اللي هي بتضر الصحة دي أو بتأثر على الشم أو فهي دي اللي بتبقى حاجة صحية أكتر، اللي هو اللي مكتوب عليها الرمز ده. كمان نسأل، كمان واحنا بنشتري نسأل أكيد الناس اللي مسؤولين عن البيع بيبقوا عندهم فكرة. لو ما عندهمش فكرة احنا كمان ندخل ونبحث عن ايه هي المواد اللي هي بيبقى صحية أكتر. ده بالنسبة للصحة، كمان على البيئة، كمان تأثيرها على البيئة. فهو زي ما قلت كده، المنتجات اللي مكتوب عليها مثلث وفي رقم 5. جميل جدا، بنشكرك جدا 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 على نصايحك اللي المفروض طبعا كلنا نتبعها للحفاظ على البيئة من مخاطر التلوث، وإن شاء الله نسمع عن مشروعك يكبر أكتر وأكتر ومن نجاح لنجاح بإذن الله. إن شاء الله يا رب، اللهم آمين. ومتشكرة جدا جدا جدا، وكنت مبسوطة إن أنا ضيفة معاكم النهاردة، وبالتوفيق وربنا ينفع بيكم دايما يا رب. شكرا جزيلا. يا رب، شكرا ليك. بشكرك أستاذة آية، قصة نجاحك قصة مشرفة، حضرتك نموذج مميز فعلا.
أضفت لنا كثيرا. عزيزي الشاب، عزيزتي الشابة، النية والإتعانة بالله، تنظيم الوقت، ترتيب الأولويات، كل دول خطوات هتوصلك لحلمك أكيد. استمتعت معانا بالحلقة؟ في انتظار تعليقاتكم ومشاركتكم. ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب وشير علشان يوصلك كل جديد من برنامجنا، وعلى وعد بلقاء جديد مع قدوة جديدة من برنامج قدوة من بلادنا.